تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام. تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام. في الملتقى في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج. فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. في الملتقى في الملتقى السلام عليكم. العائلة مكونة من أب وابن وبنت وأطفال. قصة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل عليه السلام تتجلى صفات الأب وتتجلى صفات الابن الذي يطيع والده في قضية الذبح. وجدنا أن إبراهيم عليه السلام يخير ابنه ويستشيره، ووجدنا بالمقابل أن إسماعيل عليه السلام يستجيب لوالده النبي إبراهيم عليه السلام. الكثير من العبر والعظات والدروس التي يجب على الشباب أن ينظروا لها ويتخلقوا بأخلاقها بالنسبة لمتابعتهم لإسماعيل عليه السلام وطاعته الوالدة، وأيضاً الكثير من الصفات الجميلة التي يجب على الآباء والأمهات أن يتحلوا بها في قضية الاستشارة وحرية الرأي، يتحلوا بها من خلال متابعة إبراهيم عليه السلام. الكثير من الحوار أيضاً في الدقائق القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مشايخنا وإخواننا الأعزاء. حديثنا اليوم إن شاء الله يكون عن سيدنا إسماعيل عليه السلام، الابن البار مع أبي الأنبياء أبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم. إسماعيل عليه السلام يعني له مع إبراهيم ثلاثة مواقف مهمة يعني تلخص قصة إبراهيم عليه السلام. أولاً لما أمره الله تعالى أمر إبراهيم أن يذهب إلى فلسطين للدعوة إلى التوحيد وهي وظيفة الأنبياء، وأمر أن يترك إسماعيل وأمه بواد غير ذي زرع، هو وادي مكة عند أساس الكعبة الذي لم يكن مبنياً، كان مهدوم يعني. وعند رجل إسماعيل عليه السلام وهو كان عطشان نبع بئر زمزم. الموقف الثاني، الموقف العظيم، موقف التضحية، موقف البر، موقف الطاعة والتسليم الكامل لله تعالى، هو موقف الذبح. وبعد ذلك الموقف الثالث الذي أكرم الله به إبراهيم وإسماعيل لاستسلامهما وطاعتهما لله، وهو بناء الكعبة الشريفة. فعن هذه وعن ما يتعلق عن غيرها مما يتعلق بإبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام يكون حديثنا إن شاء الله لهذا اليوم، حياكم الله. ما شاء الله، يعني هي شيخنا الشيخ محمود ذكر اللقطة الأولى اللي هي الفرحة الكبرى بولادة إسماعيل لإبراهيم بعدما بلغ من الكبر عتية 80 سنة، يلا جاء الابن الأول. ولاحظ عندما فرح به وبلغ وصار شاب وصار يترس عين والده وفرحان بوالده، والأنبياء مثل زكريا يقول يا ربي اجعل لي خليفة يرثني ويرث من آل يعقوب. فإبراهيم يريد الوارث يكون يعني يستمر في عطائه بعده. حتأتي هنا البلاء المبين اللي هو مسألة الذبح، عجيبة جدا. قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين. أجعل الألفاظ إن مشددة تتأكد، اللام إن هذا اسم إشارة وتشير إلى شيء معين موجود بالمقابل، وهي همنا تفيد هنا معنى التوكيد. اللام لهو، اللام لتأكد الموضوع. لهو ما هو البلاء؟ والبلاء بالخير والشر، وهذا البلاء حيكون في الشر، في الشيء الذي لا تقبل النفس ابتداء. المبين، المبين الذي يقطع بين شيئين، يعني يوضح بين شيئين. إذن هذا الاختبار اللي نزل على سيدنا إبراهيم مو اختبار عادي،
أن يعني تأتي على ابنك اللي كل آمالك دا تبني عليه وتفقده بهذه تفقدها بهذه اللحظة. وأني أنتقل على عجالة، يعني بعد الفرحة وبعد البلاء والنجاح بالبلاء حيجي بناء البيت، بناء الكعبة اللي هي النتيجة لهذه السلسلة، حتجعل هذه الكعبة ويخلد اسم إبراهيم وإسماعيل. أرجع إلى البلاء لأن حتى أربطه لبرض العراق، لأن العراق أقولها للأم وللأب اللي فقدوا أولادهم من 2003 و2006 والذبح والقتل في اللي حدث والانهيار وفتنة داعش وما والاها من الذبح والتهجير والفقد. يعني أقول للأب والأم اللي فقدوا ابنهم وبتهم وأولادهم إن هذا لهو البلاء المبين، اعتصموا يعني جبروا قلبكم بسيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذا لكم أجر كبير إن شاء الله. أسأل الباري عز وجل أن يرحم أهل العراق الذين فقدوا ما فقدوا، ويتجبروا بقصة إبراهيم ويفرحوا بهذا الأجر العظيم الذي سينالهم إذا صبروا على ما فقدوا. حقيقة الذي ألمحه من قصة سيدنا إبراهيم مع ولده أو أولاده هو نموذج للأب الناجح الذي يقدم لأولاده ما ينفعهم دنيا وآخرة. كل أب هو حريص أن ينجح أولاده ويبذل جهده ليل نهار ليقدم، ودائما المصطلح يقول أضمن مستقبل أولادي. كل من يقول أريد أن أضمن مستقبل أولادي أقول له إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع منهجا في ضمان مستقبل الأولاد. احنا في تصورنا انه اضمن مستقبل أولادي اركض ليل ونهار واجيب لهم فلوس وابناء لهم بيت وكذا، هذا الاكثر هذا كذا يتصور، يروح يدرس شهادة كذا. نعم هاي الاشياء مطلوبة، لكن اعظم مستقبل لأولادك ان تعرفهم على خالقهم الذي اوجدهم والذي خلقهم والذي يرعاهم ليل ونهار، وانت اليوم موجود وباكر زائل، لكن إذا ربطتهم بالله سبحانه وتعالى هذا أعظم تقديم للأب لأبنائه. انظر إلى سيدنا إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي، إحنا حسب الظاهر هو يدور الأولاد ومستقبل ومخليهم بجبل، البعض يدور الأولاد مستقبل يخليهم قصر، إحنا هذا يدور الأولاد مستقبل وخلاهم بجبل، لا مي لا حجر لا شجر، لا شجر لا مي لا طير، كل شيء معاكو. زين شلون تدور مستقبل وتخليهم هنا؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك عند بيتك المحرم. المطلب ربنا ليقيموا الصلاة، هذا أعظم شيء تربطه بالله عز وجل، والله تعالى هو الذي يهيئ له كل شيء. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة. النتيجة يا إخواني، أولم نمكن لهم حرمنا آمنا يوجب إليه ثمرات كل شيء. هذا المكان الذي اختاره سيدنا إبراهيم لأولاده لا يوجد أي شيء فيه من المصالح الدنيوية، لكن هي رسالة، وأقولها لنفسي وللسامعين بأن الذين يختارون القرب من الله لا على دنيا يأتي الله تعالى لهم بالدنيا كلها، الذين يختارون القرب من الله لا على دنيا سيأتي لهم الله تعالى بالدنيا كلها، لأن الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى. في قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل هناك صور عديدة، صور لتوحيد الله تبارك وتعالى، صور لتعامل الآباء مع الأبناء، صور لبر الوالدين، وصور عديدة أخرى. من هذه الصور أنه يعني بعد سنين الحرمان لسيدنا إبراهيم قال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه، تأتي هنا البشرة، فبشرناه بغلام حليم. وهنا الجزاء من جنس العمل، إن إبراهيم كان حليما أواها منيب، فبما أنه كان حليم مع أبيه حليم مع قومه، الله تبارك وتعالى أعطاه ابن حليم أيضا، فبشرناه بغلام حليم. فهذا والحلم معناه التأني وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات والصبر، هذا معنى الحلم. بعد ذلك لما الله تبارك وتعالى أمره أن يذبح ابنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أول شيء قال يا بني، ما قال يا ابني، كل ما تكون العبارات أصغر تكون ألطف وأكثر حنان. قال يا بني، وخلاه يشاركه حتى الحلم مع ابنه، قال يا بني انظر ماذا ترى، شوف شو تقول بهذا الوضع. أنا هذا جاني الأمر، مع أنه الحلم هو التأني والصبر، سيدنا إسماعيل في هذه اللحظة ما أجل الحلم في باله،
أو في قلبه، رأسا استجاب، لأن الأمر طاعة لله تبارك وتعالى. قال افعل ما تؤمر ستجدني. السين هنا مو سوف تجدني المستقبل، الآن وأنت تأمرني. ما قال لي أنا بعاني شنو ذنبي، أنت راجع ربك، اسأل الله أنه يسامحني من هذا الأمر، يعفي عني أو يعفي عنك. ما جاوب هذا الجواب. قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهنا لما قال أرى، إني أرى، طبعا الرؤية متكررة، مو مثل سيدنا يوسف قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، رأيت مرة واحدة. أرى هنا متكررة الرؤية، ورؤية الأنبياء حق. هنا إسماعيل استسلم لأبيه في هذه القضية وامتثل، وهذا دليل على أن الحلم والأنات هي خصلتين يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن لا يستعجل في قراراته، في اتخاذ أي تهمة لعالم، لشخص معين، لمنهج معين. عليه أن يتأنى ويصبر، لأن هذه الخصلة يحبها الله سبحانه وتعالى. يعني العبر ما شاء الله التي ذكرتوها كثيرة جدا في قصة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل. أنا أريد أن أركز على موضوع الإعجاز في قصة نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما وقف أمام الطغاة وأمام العتاة قرروا إحراقه، فقرروا أن يلقوه بنار كبيرة، وجعلوا أرادوا أن يظهروا قوتهم وجبروتهم بهذه النار، فجمعوا له يعني حطب كثير يعني وحضروا مكان واسع ولإيقاد النار فيه لإلقاه بها. وعندما أوقدوا النار وجدوا أن حرها وإوارها أنهم لم يستطيعوا حتى الاقتراب ليلقوا نبي الله إبراهيم، مما اضطرهم أن يضعوه في المنجنيق ويرموه في النار. الله سبحانه وتعالى وصف هذا الموقف بكلمات قليلة. نجاة نبي الله إبراهيم معجزة، أما أجزاء هذه المعجزة وذكرها في القرآن الكريم هي معجزة كذلك، معجزة علمية. الله سبحانه وتعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طبعا في هذه الكلمات البسيطة نأتي يا نار كوني بردا وسلاما، هي بردا لماذا وسلاما؟ بعدين على إبراهيم، هل كان أحد مع إبراهيم؟ هو لوحده، فإذا لماذا على إبراهيم؟ أنا أقول لو لم تذكر بهذه الطريقة لكانت خطأ علمي فاحش، والآن لكنا في حيرة، يعني أمام العلم المعملي في هذا الوقت لأصبحنا في حيرة، كيف ذكرت هكذا خطأ؟ أما بهذه الكلمات الدقيقة هي مطابقة للعلم تماما 100%. نأتي كيف؟ قالوا طبعا المفسرين يعني في ذلك الوقت وعلى معلوماتهم قالوا إن يا نار كوني بردا، ولم تكن بردا شديد البرد بحيث تنجمد، بس النص لا يؤيد ذلك، لأن إن الله سبحانه وتعالى قال لم يقل يا نار كوني بردا سلاما، قال يا نار كوني بردا وسلاما. فإذا هذا شيء آخر مضاف إليه، مضاف إلى البرد. الحقيقة إنه في هذا الوقت وجدوا إن هذه النيران الكبيرة بعد أن وضعوا المتحسسات داخل النيران وتتبعوا الغابات، حرائق الغابات، ودرسوا القضية العدلية، لأنه وجدوا أكثر الذين يموتون في الحرائق الكبيرة لا يموتون بسبب الحرق، وإنما وجدوا أنه فقط 9% من الذين يموتون في الحرائق الكبيرة هم يموتون حرقا، والباقي وجدوا أن أهم سبب سيانيد الخشب، غاز أول أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون، نقص الأكسجين، ثم الاختناق بالتخرش، يعني هذا الدخان مخرش. فلو أن الله سبحانه وتعالى قال يا نار كوني بردا فقط، ويعني في ذلك الوقت في زمن قريش، في زمن نزول الوحي، لكان تكفي موقد بارد، خلي إيدك بيه ما يحرق، أقدر أوقف بيه، نفس الشيء. أما في هذا الوضع فالحرائق الكبيرة يعني لا أصبحت، كان خطأ علمي. الله سبحانه وتعالى وضح، قال يا نار كوني بردا كحرارة وسلاما مما لا تعلمون، سيعرفوها بعد ذلك في القرون الأخيرة.
زين لماذا على إبراهيم؟ لنأتي يعني الله سبحانه وتعالى يعني عندما قالها بهذه الدقة العلمية الكبيرة، المفسرين قالوا حتى لا تبرد نار الدنيا. الحقيقة كان الكلام موجه إلى نار نبي الله إبراهيم، وهذه واضحة، لأنه عندما نوجه إلى مبني المجهول، عندما نقول يا رجل، إذا كان الرجل أمامك أصبح معلوم، وهنا النار أمامنا، يا نار وأنت يا هذه النار كوني بردا. فإذا لابد أن يكون سبب وراء هذه الدقة في الكلام. نحن نعرف أن درجة اتقاد الخشب هي الحد الأدنى 120، بس هي 220 درجة مئوية، فلو بردت النار تنطفئ، فسيقولون ها والله طفأت النار، وقدوها والقوا نبي الله إبراهيم مرة أخرى فيها، لأن يقولون هذا نجا لأنه النار انطفت. الله سبحانه وتعالى أرادها نار متقدة ومستمرة بالاتقاد، وهم يشعرون بحرها، فيخرج نبي الله إبراهيم من وسطها بكامل المعجزة، فتكون معجزة حقيقية يشعرون بها. لذلك كانت شيء مبهر بالنسبة لهم في ذلك الوقت، وكانت هذه الكلمات الدقيقة مبهرة لا بل وإعجاز علمي عظيم في هذا الوقت، اللي يدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى، وحتى في الكلمات القرآنية في القصص الديني. أحسن، جزاك الله خير دكتور عمر. لو نرجع قليلا إلى موضوع استجابة إسماعيل عليه السلام لأمر الذبح، اليوم احنا نعاني معاناة حقيقية من أبنائنا وبناتنا، تأمرهم بأمور واضحة وحكيمة، ويعرفون أنه مصلحتهم بالاستجابة لهذه الأوامر، ومع ذلك يعاندون. فالله سبحانه وتعالى في القرآن دائما يضع سقوف عالية، فسقف عالي للأبناء والبنات اللي يريدون يطيعون هو طاعة إسماعيل عليه السلام لأبو إبراهيم على ذبحه استجاب إليه. فكيف إذا قضية صلاة أو حجاب أو قراءة قرآن أو التزام بالخلق؟ المفروض الأبناء والبنات يلتزمون بهذا الموضوع، إذا كان سقف إسماعيل عليه السلام هذا السقف العالي، طلب من عنده أن يرضخ للذبح ومن قبل أبوه اللي يحبه واللي عنده هذه المكانة العالية والسامية، لكن استجاب إسماعيل مباشرة وعلى الفور، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم، مو بس يعني استجاب، عان أبوه على هذه المصيبة. يعني يقال أنه بعض أهل التفسير يقولون أنه قال لأبيه يا أبتي احدد شفرتك، ثم قال له يعني اجعلني يعني شلون على بطنه، قال حتى لا ترى تمعرات وجهي فتأخذك الشفقة فتعصي أمر الله، وهذا قميصي فاخلعه قبل الذبح حتى لا يتدفق إليه الدم فتراه أمي فتحزن علي. يعني هذه قمة البر، إحسان في الطاعة، إحسان في الطاعة، ويصل إلى هذه الدرجة يعني من هذه الطاعة. نعم، هو يعني أكمل الكلام، لما وصلوا إلى هذه القمة أوقف الله سبحانه وتعالى لهم الأسباب اللي كان خالها للسكين، لأن السكين تذبح المفروض، يعني إذا مررها على رقبة إسماعيل والجلد الرقيق والعظام المفروض تنهر، تقطع الوجدين ويتدفق الدم. إبراهيم يمرر السكين، والسكين مو عمية لأن حد الشفرة حدها قاطعة، لكن الباري عز وجل مثل ما قال للنار اللي تكلم الدكتور لا تحرقين إبراهيم، قال للسكين للذبحين إسماعيل. العقائد أهل العقائد يقولون أصلا إن هذه السكين تقطع بإذن الله عندها لا بها، والنار تحرق عندها لا بها. وكذلك أيها المسلم، إذا خليت الهدف الباري عز وجل سترى هذا الكون يتغير بأسبابه لأجلك أنت. مسألة أن القرآن يضع السقف العالي للسلوك من الأبناء إلى الآباء، أيضا يضع السقف العالي لسلوك الآباء، أو نقول لتربية الآباء مع أبنائهم. يعني في الوقت الذي الآن الأب يعطف على ابنه ما يقعده على صلاة الصبح، يخاف عليه، أخاف عليه كذا وهالبرد وهالكذا، هنا وضعنا سقف عالي وهو الذبح. يعني وهذه يعني رسالة لنا أنه ليس كل شيء يأمرنا به الشرع وتكرهه نفوسنا
هو شر لنا، لا ابدا، قد الشيء الذي تكرهه نفوسنا هو كل الخير فيه. فانظر الى يعني شوف زوج سيدنا ابراهيم اين تذهب وتتركه هنا امرك الله؟ قال نعم امرنا الله. قالت ما دام امرنا الله حتى اذا نفوسنا شيء تكرهه، ما دام الله عز وجل امرنا به اذا هو الخير، والنتيجه كانت هي الخير. الذبح كذلك، الذبح يعني في العقل البشري اب يذبح ابنه، لكن عندما جاء لينفذه الله سبحانه وتعالى جعلها ايه الى يوم القيامه تتلى. إذا نشوف هاي المسألة ظاهرها هي ذبح وكذا، لكن عندما استجاب سيدنا إبراهيم وعرف أن الخير كله هو في طاعة أمر الله، وأن الله تعالى لا يأمرنا تجاه أولادنا إلا بالرحمة وإلا بالخير، إذا كل شيء أمرناه فهو خير حتى وإن كرهته نفوسنا، وهذه المنهجية التي يريد أن يوصلها الله سبحانه وتعالى لنا. عدة محطات في حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام خارق العادة. ولادة إسماعيل لما تعجبت صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم؟ على قولة شيخنا عبد الملك يقول عمي شغلات الله تخبل، أتعجبين من أمر الله؟ هي شغلات تخبل. الناس تركض ورا الرزق على الأنهار والزروع، هنا الأنهار والزروع هي جتهم، بئر زمزم هو لحق إسماعيل وأمه، الفاكهة والثمرات هي لحقتهم، بحيث العرب لما جو سكنوا في ذلك المكان هو كان المكان أحية لأجل إسماعيل عليه السلام. وبعدين يعني الله سبحانه أكيد يعني هذا قضية الأمن، يعني الأمن من النار ومن العدو أيضا كان خارق العادة، فالأمن والرزق والولد كلها يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد تكون بدون أسباب. وكيف حصل سيدنا إبراهيم على هذا المقام وهو خليل الرحمن؟ كما تعلمون أن الخلة هي أعلى مقامات المحبة، فلما بلغ معه السعي، يعني هو شيخ كبير ما قال بلغ صار رجل أو شاب، لأن يجوز رجل وشاب بس عنده عوق أو عنده عقوق، قال بلغ معه السعي يعني يسعى في خدمة أبيه، فبهذا المكان بهذا الوضع الله سبحانه وتعالى يعني ابتلاه بأنه يذبح ابنه، فيقول بأنه بلغ هذه الخلة لما يعني رأى يعني إبراهيم أحب إسماعيل حب عظيم. وابن القيم قال، يقول ابن القيم رحمه الله قال هنا غار الخليل على خليله، يعني بهذا الموضع يعني شاف إسماعيل قريب إلى، فأمره أن يذبح إسماعيل حتى يكون يبلغ أعلى مقامات المحبة وهي الخلة. فلذلك لما يعني أسلم وتله للجبين استجاب رأسا، فبلغ بهذه الخلة أعلى المقامات وأحب هذا العمل طاعة لله تبارك وتعالى وامتثالا لأمر أبي. نعم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم إن شاء الله. حياك الله شيخ حسين. الله يحفظك ويسلمك. راح نشوف صورتين تباعا، اول شيء نشوف الصوره الاولى، وحضرتك اللي تشوفها بالصوره تحليلك لما موجود بالصوره واسترسالك مع المعاني واللي يخطر ببالك حول هذه الصوره. هذه الصوره الظاهره امامنا هي الصوره الاولى. نعم. شو تشوف بها؟ يعني هذا الشاب بها عدة معاني تعطي صور كثيرة، منها أن الإنسان أحيانا يصل به الهم إلى درجة يحتاج أن يرتقي إلى مكان مرتفع فيستنشق الهواء النقي ليعيد الأمل، وينظر إلى الشمس وقد أشرقت من جديد فيتذكر بأن يعني أن الأمل موجود وأن الظلام لا بد له من يعني ذهاب وعودة الفجر من جديد. يعني هذه صورة أولى تقريبا لمعنى لمحة بسيطة. أما الأمر الآخر يعني وكأنه يرفع يديه كما رفعها النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر حتى بان أبطيه عليه الصلاة والسلام بشدة دعائه لنفسه وللصحابة في ذلك اليوم الذي كان يحتاج فيه إلى
رفع اليدين بهذه الصورة الرائعة لكي يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويستغيث ويطلب المدد والعون من الله تبارك وتعالى، فأعطاه الله تبارك وتعالى هذا العون، فأرسل معه ملائكة بقيادة جبريل لينتصر الإسلام وفي معركة غير متناسقة. يعني المشركين كانوا 3 أضعاف، ولكن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والثبات على هذا المبدأ كان حقيقة يعني سبب من أسباب النصر. فكانت يعني هذه لمحة بسيطة عن هذه الصورة. ما تشوف أيضا بها قضية النجاة؟ طبعا هو المكان المرتفع وهذا العلو وهذه الحركة تدعو إلى يعني نشوة النصر ونشوة النجاح، وأنه يعني حقق فد هدف معين، فبدأ وكأنه بعد مخاض عسير يستنشق الهواء، وأنه يعني بعد هذه المعاناة وهذا التعب حقق الثمرة المرجوة في حياته. طيب راح نشوف صورة أخرى ايضا، نشوف تحليلك لهذه الصوره شيخ حسين. التكوين ايضا ما موجود في هذه الصوره من الاشياء. شوف هذه الصوره بس تستعجل يا راد شويه، تركز عليها. شو تشوف اول شيء بالصوره؟ شنو اللي بيها؟ يعني رجل كبير على سرير في المستشفى معلق له المغذي، وهنا ستان ممتدة منه يد تمسك بيد هذا يد اصطناعية تمسك بيد هذا الرجل الكبير. يعني أنا أشعر أنه قد تخلى عنه الناس. جميل لطيف. قد تخلى عنه الأهل والأقرباء، فما عاد عنده أحد، وهو الآن يعني في خريف العمر، يعني في الحلقة الأخيرة من حياته، وقد علق له هذا المغذي وكأنه ينظر إليه. هذا ما تبقى من تلك السنين العجاف التي قضيتها وضحيت من أجلكم أيها الأبناء، وأعطيتكم أجمل ما أملك من حياتي. فالجزاء كان هذا الستان كان أوفى منكم ومن الكثير الذين كنت سببا في إسعادهم، وأني في الآن أودع هذه الحياة بهذه النهاية الحزينة التي حقيقة يعني تعطي صورة ورسالة إلى الأبناء، أن يعني تهيئوا قبل هذه اللحظة، وهذه لحظة ندم قد يعني لا تتكرر إذا ذهبت. يعني فمن عنده أب أو أم على فراش المرض فليبادر وليمد يد الحنان إليهم، وهذا فليعلم أن هذا ميراث وهذا وراثه. إذا مددت يدك لوالدك أو يعني والدتك، اعلم بأن أبنائك سيقدمون لك هذا، مع أن هذا ميراث، مثل ما أنت تزرع بر راح تحصد بر. فهذه الصورة حقيقة معبرة جدا، أنه ينظر اللحظات الأخيرة وكأنه يعني يودع هذه الحياة بلا وحيدا كما جاء وحيدا. نعم. جزاك الله خير شيخ حسين، حياكم الله، تحليل جميل ولطيف، شكرا لك. الله خير دكتور، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر،
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية الكريمة الشريفة تحث المسلمين على المحافظة على صدقاتهم أي على أعمالهم، وقال إياكم أن تبطلوها، أن تفسدوها، أن تحرقوها، إياكم أن تحرقوها. وأعمالنا أيها الإخوة هي طريقنا إلى الجنة، أعمالنا قواربنا، أعمالنا سفننا إلى الجنة، ثم أعمالنا مصاعدنا في الجنة، أعمالنا معارجنا في الجنة. لا تبطلوا هذه الأعمال. وذكر القرآن مسألتين في إبطال الأعمال، هي المن والأذى. وإحنا بالعامية نقول شنو المن؟ يعني تسويها من نية، من تريد تصدق، لأن الآية على الصدقة، تجعلها من نية، يعني تمن عليه. ويجب أن تتذكر أن المنية من الله سبحانه وتعالى وليست منك. إجا فقير، بس فقير صادق، فقير فعلا من المحتاجين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لا المتسولين ذول اللي على الطرقات وعلى الترفيك لايتات. فإذا جاء الفقير الحقيقي فلا يجوز لك أن تجعل ما تعطيه منية، بل يجب أن تتشرف بأنك ستعطي هذا المبلغ إلى الفقير المحتاج، لأنك ستسد حاجته، لأن المال جاء من الله تعالى لا من جهدك، المال جاء من الله تعالى لا من جهدك الحقيقي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن كثرة المنية تسوي مني، الأذى تؤذيه بلسانك، أوه أنا مو طيتك، أنت شخوش طولتها، أنت شخ بصتنا ذاك اليوم طيتك، وهكذا. هذا الكلام يؤدي إلى بطلان الأعمال. قال علماؤنا ثلاث مسائل لا تنساها عند الصدقة: أن تصغرها، تصغرها، أن تسرعها، أن تخفيها. خذها قاعدة يا مسلم، من تروح تصدق تذكر هذه المسائل: صغر، سرع، اخفي. سرع، اعيدها، سرع، صغر، اخفي. سرع يعني سرع هذه المنية، مو تعالي باكر راس الشهر فشهر فشهرين وظل تاكلها عليه. إيه هو ماكل الهبري على قولة العراقيين، ايش تعجل بي؟ وتسرعها، تصغرها، لا تشوفها فتشي كبير، لانك عندما تضع الصدقه تضعها في يد الله. ثم ذكر البارئ عز وجل مثل: كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس. ضرب لنا مثل، واحد يجي قدام الناس لا يؤمن بالله واليوم الآخر ويجي يصدق، والله أنا شاركوني وخلوا اسمي هنا وكذا وكذا. الأصل ما عنده الأساس، لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يريد الوجاهة، يريد اسمه معلق باللافتة على الجامع أو على القاعة أو على المشروع الخيري. هذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول له: يا رب وين حسناتي؟ قال له: انت رحتها للناس، خلي الناس تطيك. وضرب لنا القرآن في الآية مثل آخر: كمثل صفوان، صفوان الصخرة الكبيرة الصلدة، كمثل صفوان عليها تراب، صخرة عليها تراب، فأصاب هذه الصخرة الوابل، الماء المنهبر، فلم يجعل الماء ولا ذرة غبار أو هواء على الصخرة. يعني المثل، الصخرة جمعت من خلال الأيام ذرات تراب عليها، فجاء وابل مطر على الصخرة فرجعها صخرة صلداء لا فيها أي ذرة غبار. يعني يا مسلم أنت تجمع شوية شوية هذه الأعمال، صدقة هنا، انفاق هنا، مساعدة هنا، فلا تسلط عليها المحرقات للأعمال، لأنك ستكون مثل الصخرة اللي ما بقت عليها ذرة تراب. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني انت كسبت عمل وقمت وافقت المقدور بإعطاء هذه الصدقة، لكنك لن تستطيع أن تقدر، لن تستطيع أن تمسك عمل
كامل أمام رب العالمين، لأن ذهبت هذه الأعمال كما ذهبت ذرات التراب، كما ذهبت ذرات التراب على الصخرة. وقال تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم اهدنا ويسر لنا الإنفاق والمحافظة على الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الوقر في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى ذكره في 3 مواقع. الله سبحانه وتعالى يقول: كأن في أذنيه وقرا، وذكرت في سورة الكهف. ذكر كلمة الوقر ذكرها بأسلوب دقيق وعلمي جدا. الله سبحانه وتعالى يقول مر كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. لنراجع هذه الدقة، نريد أن نبتدأ في البداية بكلمة وقر. الوقر في اللغة العربية قالوا إنه وقرا معناتها صمما، ولكن نجد في المصحف أن هناك كلمة وقرا وهناك كلمة صمما. أولئك أصمهم وأعمى أبصارهم. إذن لابد أن يكون لها معنى آخر ولو بصفة أخرى أدت إلى ما نسميه الصمم. الوقر في اللغة العربية بعد مراجعتها نرى أنها تعني الشيء المتحرك الذي توقف. الله سبحانه وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن كانوا هم يتحركون ثم أمرهم بالتوقف. نقول شيخ وقور لأنه كان متحركا فتوقف، ونقول هذه غيم وقر يعني أن هذه الغيمة توقفت فوقنا وبدأت تمطر. ماذا يحدث ومن أين جئنا بين الربط بين كلمة وقر الإذن وهذا الوقر؟ الإذن الخارجية إذا نظرنا إليها من الداخل سنجد أنها مجرد أنبوبة مغلقة بغشاء الطبلة في الداخل. طبيا ماذا وجدنا؟ لو أخذنا قلم حبر ووضعنا نقطة على الطبلة سنجد أن هذه النقطة قد تحركت بعد أسبوع من مكانها، ثم بعد أسبوع آخر نراها تزحف في القناة الأذن الخارجية التي تسمى الصماخ. بعد مدة ستصل إلى الخارج، يعني ب4-5 أسابيع سنرى نقطة الحبر التي وضعناها على الطبلة قد ذهبت إلى الخارج. هذا الشيء المتحرك يقوم بتنظيف الإذن بصورة مستمرة. فالله سبحانه وتعالى وضع عملية دفاعية، هناك الشمع الذي يسمى الصملاخ والشعر، هذا الشعر يتكسر ويلتصق بهذا الشمع ويزحف نحو الخارج تدريجيا ويلقى الأوساخ في الخارج. ماذا يحدث لو توقفت هذه العملية؟ يعني إذا لسبب مرضي، لسبب فسلجي، لسبب فيزياوي مثلا حرك أذننا بقوة، سوف تتوقف هذه العملية، سوف تجتمع الأوساخ وتقر داخل الأذن. هذا المتحرك سوف يقف ويثبت داخل الأذن فتكون هي هذا الوقر. الآن لننقل هذه النتيجة إلى التطبيق العملي الطبي. ماذا يحدث للإنسان الذي امتلأت أذنه الخارجية بهذا الشمع وهذه المواد التي تغلق وتسد الأذن؟ هذا نستطيع معرفته من كل إنسان إذا وضعنا أصابعنا بقوة داخل الأذن، بقوة كبيرة جدا، وجربنا. ماذا يحدث؟ سوف نرى أن الأصوات الخارجية التي نسمعها لها صفتين. أولا أصبحت ضعيفة جدا، لأن الصوت ينتقل من خلال عظام الجمجمة ومن خلال الفم، قليلا من خلال هذا الوقر الذي سد الأذن. هذه من ناحية. ومن الناحية الأخرى سيتغير برنامج الكلام، لأنه الكلام فيه أصوات، يعني الصاد والسين تسمع، أما الميم والهاء سوف لن تسمع. ستكون النتيجة أنه سيتغير موديل الكلام.
فالذي مر ولم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، سنعرف دقيق بصورة دقيقة ماذا حدث لها لهذا الشخص. هذا الشخص الضال هو يسمع وعنده أذن يسمع بها، ولكن ما جرى له إنه أصبح يسمع نفسه أكثر من الآخرين، وهذا ما يحدث إذا كان في الأذنين إذا انسداد. وفي نفس الوقت ستتوقف عملية السمع الحقيقية، يعني سيسمع كلام الناس متغيراً ولن يسمع الكلام الحقيقي المطلوب أن ينفذه. ونقطة أخرى، الله سبحانه وتعالى قال كأن في أذنيه، يعني في الأذن، لأنه إذا كان الصمم في أذن واحدة علميا سوف يسمع وبصورة جيدة. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف بكلمات دقيقة السمع عند الإنسان، وذكر الوقر بصورة علمية لا يمكن أن تكون إلا من الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت قبل 1400 سنة، لا يمكن للإنسان أن يعرف هذه الدقة من العلم. وبارك الله فيكم. قصة آسيا زوجة فرعون، آسيا بنت مزاحم، قصة جميلة وعظيمة جدا، فيها معاني كثيرة وواسعة وعميقة. يعني إحنا لو نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن 4 نساء كملنا من بين النساء، لكن هناك خصوصية لسيدتنا آسيا، لأنه بقية النساء اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كملن، هم في يعني إما في بيت نبوة أو في بيت صلاح كذا، أما هذه آمنت وثبتت على إيمانها وهي في بيت كفر، وليس أي كفر وإنما هو شيخ الكفر. قصة زوجة فرعون هي جزء أو مشهد من مشاهد قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولو لاحظنا إلى قصة موسى رأينا أن للمرأة دور كبير في جميع تفاصيل قصة سيدنا موسى، بداية من ولادته، وحينا من أمه وأخته، وحينا إلى موسى أن أرضعيه، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا كان أول موقف تقوم به امرأة، أنها تحفظ. أنت يا مسلم تشتغل، هذا هسه الكون كله لا يحكمه الله، حاشا لله، أقصد الشريعة، يعني لا تحتكم إلى الشريعة. قالها يعني زين، وين تروح أنت؟ يعني البشر. البشر نعم لا يحتكمون إلى الله طبعا، كونيا كونيا كلنا حتى أكبر كافر ومحكوم بالله لكن لا يحتكم إلى الله. وين تروح أنت يا أخي؟ لازم تشتغل هنا أو هناك أو هناك. إذن جوار الله لا يوجد أياما، عاش 50 و60 و70 تمادى في الهوى جهلا ولم يرعى الهوى دينا، إلى ما نحن في لهو ولم نعبأ بماضينا، فنحن الزرع لا ندري متى الحصاد تأتينا، فراعي الجار والقربى وأيتاما. يعني حادثة السحرة تسلل الإيمان وامتلك القلوب، أولا قلوب السحرة، بعدين قلبها هي زوجة فرعون، بعدين قلب هاي المرأة اللي هي ماشطة بنت فرعون، وضربة وأروع الأمثلة. لهذا إخواني الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، لا تدوخ شلون الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين في قصور الظلمة، في لأن القلوب بين يدي أو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكن أنت دوخ احرص على أن يكون لك دور في نصرة هذا الدين. هذه القلوب تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام، تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى في الملتقى، ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرجون.
الملتقى.